زي ما شايفين في الفيديو اللي ظاهر قدامكم ده، هي ماسكة لمامة وشالت بيها كل الوبر اللي موجود على الهدوم. وطبعا الجهاز ده اختراع في الشتاء، لان مفيش حد عنده هدوم شتوي مش موبرة. فانا على طول جبت لمامه الوبرة دي وهجربها معاكم، وهنشوفها فعلا هتشيل الوبر من الهدوم بالسهولة والسرعة دي ولا لا. انا جبت سويت شيرت بتاعت رينج، باين طبعا الوبرة مليئة اهي. هي بتيجي بالشكل ده، دي اللمامة ومعاها الشاحن بتاعها، ممكن تشتغل بالكهرباء وممكن من غير السلك، ومعاها غيار تاني علشان لو الغيار اللي بيجي معاها اللي هو ده او الشفرة بتاعتها بقت باردة وما بقتش تشيل، وبيجي معاها فرشة عشان ننضف بيها الشفرة بتاعتها من جوه. نجرب بقى. بسم الله، انا شحناها بس كده، بس على الزرار. بسم الله الرحمن الرحيم. واو يا جماعة، واو، شايفين في ثواني اهو فعلا. يعني بصوا دي حته مثلا اهي، هنا فيها وبره، مجرد ما هعمل كده اهي بصوا مفيش وبره، خلاص الوبره راحت. وبصوا السهوله في ثواني، بس كده تمام. انا خلصت اصلا، بص خلصتها في ثواني ازاي. والسويت شيرت تحول من حاجه كانت موبره وشكلها مش حلو لحاجه رجعت جديده ما فيهاش اي وبره. الوبره كلها اتجمعت في الجزء ده، بتتفضى وبتتركب تاني. فعجبتني جدا جدا لمامه الوبره دي، يعني بصراحه حلوه جدا. انا استخدمتها قبل كده وانا عارفه انها حلوه جدا، وبتاخدش معايا وقت كذا مره، اكون مثلا في حاجه كده في الثواني بعملها ما بيبقاش فيها اي وبره. ولمامه الوبره دي تبع شركه سوكاني، وانا كنت جايباها ب 105، بس انا جايباها من فتره، يعني هي دلوقتي برضو في الحدود دي. على فكره انا بشوف ليها اعلانات كتير من 120 ل 130 او 140، مش هتزيد عن الرينج ده. بس حلوه جدا، سريعه جدا، منجزه جدا، يعني في الشتاء لازم تكون في البيت، هتنفع جدا وعمليه جدا. وطبعا انا اتقال لي يعني اللي مش هيقدر يجيب، اتقال لي طبعا في حاجات، في ناس بيعملوا بالمكن الحلاقه، في بيعملوا بالموس، في بيعملوا باللزق، يعني في طرق تانية ان احنا نقدر نشيل بيها الوبره، ولكن دي اسرع طريقه وطبعا امن طريقه لمامه الوبره دي. فعجين طبعا الوبره مليئه اهي، هي بتيجي بالشكل ده، دي اللمامه ومعاها الشاحن بتاعها، ممكن تشتغل بالكهرباء وممكن من غير السلك، ومعاها غيار تاني علشان لو الغيار اللي بيجي معاها اللي هو ده او الشفره بتاعتها بقت بارده وما بقتش تشيل، وبيجي معاها فرشه عشان ننضف بيها الشفره بتاعتها من جوه. نجرب بقى. بسم الله، انا شحناها بس كده، بس على الزرار. بسم الله الرحمن الرحيم. واو يا جماعه، واو، شايفين في ثواني اهو فعلا. يعني بصوا دي حته مثلا اهي، هنا فيها وبره، مجرد ما هعمل كده اهي بصوا مفيش وبره، خلاص الوبره راحت. وبصوا السهوله في ثواني، بس كده تمام. انا خلصت اصلا، بص خلصتها في ثواني ازاي. والسويت شيرت تحول من حاجه كانت موبره وشكلها مش حلو لحاجه رجعت جديده ما فيهاش اي وبره. الوبره كلها اتجمعت في الجزء ده، بتتفضى وبتتركب تاني. فعجبتني جدا جدا لمامه الوبره دي، يعني بصراحه حلوه جدا. انا استخدمتها قبل كده وانا عارفه انها حلوه جدا، وبتاخدش معايا وقت كذا مره، اكون مثلا في حاجه كده في الثواني بعملها ما بيبقاش فيها اي وبره. ولمامه الوبره دي تبع شركه سوكاني، وانا كنت جايباها ب 105، بس انا جايباها من فتره، يعني هي دلوقتي برضو في الحدود دي. على فكره انا بشوف ليها اعلانات كتير من 120 ل 130 او 140، مش هتزيد عن الرينج ده. بس حلوه جدا، سريعه جدا، منجزه جدا، يعني في الشتاء لازم تكون في البيت، هتنفع جدا وعمليه جدا. وطبعا انا اتقال لي يعني اللي مش هيقدر يجيب، اتقال لي طبعا في حاجات، في ناس بيعملوا بالمكن الحلاقه، في بيعملوا بالموس، في بيعملوا باللزق، يعني في طرق تانيه ان احنا نقدر نشيل بيها الوبره، ولكن دي اسرع طريقه وطبعا امن طريقه لمامه الوبره دي. فعجبتني جدا.